الفرق بين المعلومات والعلم أن المعلومات مفردة والعلم نسق مرتبط بعضه مع بعض، له منهج وله استعمال. وهذا هو الفرق بين العالم والمثقف. فالمثقف عنده كثير من المعلومات في مادة معينة، لكنه ليس عالما في هذه المادة، بل قد تفوق معلوماته معلومات بعض علماء هذه المادة. لكن لابد علينا أن نعي المنهج، وأن نعي طرق الاستعمال، وأن نعي الربط بين المعلومات، وأن نعي المعلومات أيضا، حتى نحصل علما معينا.